ضرب الزوج لزوجته واحد من الموضوعات الشائكة في المجتمع المصري، لأن في أغلب الأوقات بتكون الزوجة في موقف ضعيف، خصوصاً وإن مفيش قانون واضح يمنع العنف الأسري. وعشان كده البرلمان قرر يناقش مشروع قانون عقوبة ضرب الزوج لزوجته بمدة حبس لا تتجاوز الخمس سنوات. فنزلنا نسأل الشارع المصري مع أو ضد القانون ده، وهل ده هيحسن العلاقة الزوجية ولا هيخرب البيت؟ وكمان نعرف منهم القانون ده هيستدعي قانون آخر يحمي الزوج من زوجته في حالة تعديها عليه ولا لا؟ مع القانون طبعا، مد الزوج على زوجته إيده يعني ده عدم احترام ليه هو قبل ما يبقى ليها هي. المفروض اصلا يعني الاهل الزوجة لما يجوا يتجوزوا بنتهم او كده المفروض ان هم يعني البحث عن اخلاق الزوج والاسره نفسها اللي هو ناشئ منها. لما انت تيجي الراجل يكون ضعيف الشخصيه وايده اقوى من انه رايه اقوى من تفكيره، فعلى طول اول ما يجي على الزوجه بروح خبطها. فلما يكون القانون غليظ ومحكم فحيتردد حيعد للعشرة ومش حيضربها. أنا مش هحبس جوزها عشان ضربني أول مرة يعني، بس لو هي لو ضربني جامد يعني مش يعني على طول على طول في الاستمرار ده ممكن. بص طبعا احنا بنتكلم ان الراجل ما ينفعش يعمل كده، فطبعا الست لو تطاولت وعملت كده لا ده طبعا يبقى الموضوع برضو غير مقبول، يستحق طبعا القانون. وطبعا يعني المثل بالمثل، النهارده انا بحاسب الراجل ان هو ما يستقواش على واحده، فطبعا ما فيش واحده برضو نتيجه ان جوزها ضعيف شويه تستقوى عليه وتعمل معاه كده. انا شايفه ان هو لو بالضرب الشديد جدا اللي احنا بنشوفه اللي يؤدي لعاهه دوت يخش السجن طبعا، لكن يعني مش مثلا ضرب بسيط، الحاجات البسيطه دي طبعا لا طبعا استحاله توصل للسجن بالطريقه دي. لا هو في ست، هو انا اسمع ان في ست بتضرب جوزها بس مش لدرجه قانون يعني، الموضوع ده قليل جدا يعني. والله انا مفتكرها قليله يعني 5 سنين، المفروض تكون 10 سنين، لانه اساسا العنف الاسري ده مساله ما انسانيه ومساله مرفوضه اساسا يعني. هو ده يعني حاجه كويسه عشان في رجاله يعني بتتعمد اللي هو يعمل كده، فقانون هيبقى كويس في مصلحه الزوجات اللي هم ما بقاش في ايديهم حاجه اللي هم يعملوها يعني. والله انا مش رايي يعني ان موضوع القانون والحكومة أنها تدخل، هو الموضوع موضوع أخلاقي يعني. المفروض الناس أو هيئات تتكلم في التلفزيون أو تيجي مثلا شيوخ أو يجي يعامل يعني يتكلم الزوج يعامل زي الست. معظم الناس موافقة على سن قانون واضح يحمي الزوجة من الضرب، ناس شايفة إن الوضع لو وصل لحبس الزوج يبقى البيت خلاص اتخرب، وناس تانية شايفة إن لو وصل أصلاً الزوج لضرب زوجته يبقى أصبح البيت غير مستقر، غير إن الغالبية شايفة إن تعدي الزوج على الزوج حالات قليلة جداً وما تستدعيش أبداً الالتفات ليها. محمد علي، الحكاية، MBC مصر.